طيب اهلا بيكم طلبه اولى ثانوي، نكمل مع بعض كده الانظمه المختلفه لوحدات القياس. قلنا نظام جاوس والنظام المتري والنظام البريطاني، خلاص. دلوقتي هناخد حاجه جديده اسمها النظام الدولي الحديث السعر، خلاص. النظام دوت بيضم 9 كميات فيزيائيه، اللي هي الطول بالمتر، الكتلة بالكيلوغرام. هو معلش الجدول يا جماعة، نبص بقى نلاقيه في الكتاب بتاعنا واحنا بنتصفحه، خلاص. بس هو مش قدامي دلوقتي، بس هو هنلاقيه ان شاء الله واحنا دلوقتي بنسترسل الايه الشرح. المهم يبقى انا عندي الطول بالمتر، الكتلة بالكيلوغرام، الزمن بالثانية، شدة الإضاءة استريديان، دي أنا قلتها المرة اللي فاتت، وعندي شدة التيار بالأمبير، درجة الحرارة دي بالكلفن، الكلفن دي درجة دولية، بمعنى إن أنا لو درجة حرارتي 37 عايز أحولها لكلفن بضيف عليها الرقم ثابت 273، فتبقى 310 كلفن، لكن هي 37 سيليزي. طيب لو إحنا مثلا قلنا درجة غليان الماء 100، طيب تبقى كام بالكلفن؟ 100 سيليزي، يبقى لو ضفت اليها 273 بقت 373 ايه كلفن، خلاص. بعد كده عندي شده الاضاءه بالاستريديان، شده الاضاءه بالكاندل، عندي كمان الريديان اللي قدامي كده في على الشاشه، الريديان بيقيس الزاويه المسطحه اللي هي 90 درجة، 45 درجة لو هي حادة، 100 مثلا، و10 لو هي منفرجة. الاستريديان دوت بيعين لي الزاوية المجسمة اللي هي بتحاط بأكتر من سطح، زي كورنر الأوضة كده، بتلاقي 3 أسطح بتحيط بيه، في زاوية في المنتصف بنسميها الزاوية الإيه؟ المجسمة، وحدتها الاستريديان، خلاص؟ فالوحدات دي لازم نبقى عارفينها كويس. ناخد بعد كده أدوات القياس. أنا عايزة أروح لصورة كده هتوضح لي أدوات القياس. تعالوا بصوا كده، الطول والكتلة والزمن، الطول والكتلة والزمن ليهم أدوات للقياس. طبعا ليه الطول والكتلة والزمن؟ دي كميات فيزيائية أساسية. طيب الطول الشريط المتري، الشريط الموجود عندي في البيت، المسطرة المدرجة، المسطرة اللي هي معاك في شنطتك وانت في المدرسة، القدمة ذات الورانية، بصوا عاملين عاملة زي المفتاح الانجليزي بالظبط. فلو انا مثلا عندي القطعة المعدنية دي عايزة اعين طولها، والطول هنا بيبقى سنتي او ملي متر، يعني حاجة صغيرة ما تبقاش بالمتر، خلاص. بحط الجزء اللي انا عايزة اعين طوله بين الفكين، وفي تدريج عندي فوق اهو بيقول لي مثلا ان ده مثلا 1 سنتي و2 ملي، فبتديني القياس بدقة ايه متأكدة، خلاص. طيب المايكرومتر برضو بيقيس الاطوال الصغيرة جدا، هو والقدمة ذات الورانية، فبالتالي المايكرومتر ممكن يديني مثلا سمك ورقة، ممكن لما انت بتروح تشتري قلم رصاص بتقول لي عايز 7 ملي، يبقى الاطوال دي عرفناها بحاجة اسمها المايكرومتر. برضو بيبقى في تدريج كده، خلاص. بحط برضو الشيء اللي انا عايزة اعينه بين الفكين وبيديني القراءة. يبقى اذا عندي حاجتين مهمين جدا جداد عليا، القدمة والمايكرومتر، ودول بيديني الاطوال الصغيرة جدا. طيب ناخد بعد كده الكتلة، واضح قدامي الميزان الروماني، وده بنلاقيه عند الجزار، عند المحلات اللي هي بتبيع العلافة او البقوليات بايه بكميات كبيره، 100 كيلو جرام، 200، 300. الميزان ذو كفتين، طبعا كلنا عارفين بيقيس الكتل الاصغر 2 كيلو كيلو، الميزان ذو كفه واحده ممكن نعين بيه برضو الكتل اللي هي الصغيره بالنص كيلو، ما علينا، يعني الحاجات دي كلكم انتوا عارفينها. الميزان الرقمي، طبعا اي سوبر ماركت بيحط الحاجات اللي احنا عايزين نحطها على الكفه من اعلى، اوتوماتيك بيديني الايه الكتلة بتاعت الشيء اللي انا بشتريه، سواء جبن او لحوم او خلاص. ده بالنسبة للكتلة. بالنسبة للزمن، كان في ساعة رملية، ده اجتهاد اول اختراع بدأنا نتكلم فيه على الزمن، خلاص.
الساعه الرمليه، يليها ساعه البندول كلنا بنشوفها في محل ساعتي او في بيت جده وتيتا وجده موجوده. الستوبوتش موجوده برضو عندنا في على الموبايلات بتاعتنا، ودي الستوبوتش ممكن ان شاء الله نشوفها مع بعض في المعمل، ولكن هي موجوده بتديني الرقم بالايه بالدقائق والثواني، والساعه الرقميه موجوده برضو سواء في ايديك بتديني بالارقام او على الموبايل. طبعا اهم حاجه عندي في الجزء ده يا جماعه اللي هي المايكرومتر والقدم الذات الورانيه، لان دي حاجه جديده عليك، لكن الميزان هيقول لك الميزان معروف ان هو بيعين الكتل. ولكن برضو عندي حاجه مهمه جدا، الميزان الحساس ده اللي هو موجود في محل الدهب، وده بيديني الكتل الصغيره جدا، ودايما بنحفظه في الميزان الحساس في علبه من الزجاج او صندوق من الزجاج عشان نحميه من التيارات الهوائيه او الغبار والاتربه، لانها بتاثر على الوزن بالجرامات. خلاص. طيب ناخد بعد كده الوحدات المعياريه. عندي معيار الطول المتر، انا بعاير الطول بالمتر. معرف لي المتر بيقول لي المتر العياري هو المسافه بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكة البلاتين والإريديوم محفوظة عند درجة الصفر السيليزي، ودي موجودة عندي في أكبر مكتب للقياسات والأوزان في باريس. أدي قدامي كده أول اختراع بنقيس بيه الأطوال، كان اسمه المتر العياري. خلاص، عملوا علامتين، بين العلامتين دول اللي موجودين على الساق أو اللي هي من سبيكة البلاتين، احنا عارفين لما بيبقى عندي معدنين مخلوطين ببعض بنسميهم سبيك، محصور بينهم 100 سنتيمتر، وده كان معيار للايه للطول. والمتر العياري ليه مميزاته ان هو بيقيس الاطوال، ولكن مشكلته ان هو بيتاثر بالتغيرات الطفيفه بدرجه الحراره، عشان كده المتر اللي موجود عندنا ممكن يبقى من الخشب زي الراجل اللي هو بيبيع القماش بتلاقيه مع متر من الخشب لانه لا يتاثر بالحراره. المسطره اللي معاك من البلاستيك، ولكن الافضل انها تبقى من الخشب او البلاستيك عشان الطول بتاعها ما يتغيرش، يبقى مقياس دقيق. خلاص. في المتر العياري الضوئي، وده بنقيس بيه بقى المسافات الكبيره زي ارتفاع الاهرامات، ارتفاع برج القاهره، الاطوال الكبيره قوي بنقيسها بحاجه اسمها المتر العياري الضوئي. خلاص. وده بيشتغل عن طريق او بيعمل عن طريق ذره اسمها الكريبتون نشطه، بنعمل لها اثاره باستخدام الطاقه الايه الكهربائيه. خلاص. يبقى احنا كده خدنا معيار الطول المتر العياري. ناخد بعد كده معيار الكتله. احنا كلنا لما بنروح نشتري مثلا طماطم، اي نوع من الفاكهه، اي نوع من الخضروات، بنلاقي كيلو جرام لونه بيبقى اسود كده مع الايه مع البياع. احنا ده بنسميه كيلو جرام اللي هو يعادل 1000 جرام. طب احنا دلوقتي بدايه الاختراع كان الكيلو جرام هو عباره عن ايه؟ كتله اسطوانه من سبيكه البلاتين والاريديوم، برضو زي ما خدنا المتر من سبيكة خلاص بلاتين والإريديوم، برضو الكيلوجرام عملوه من سبيكة البلاتين والإريديوم. ده علماء يا جماعة هم اللي بيخترعوا، فبالتالي مش هيستخدم نحاس وحديد ويصدي، فاستخدم سبيكة من البلاتين والإيه والإريديوم. بيقول لي الكيلوجرام العياري هو كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين والإريديوم ذات أبعاد محددة. يعني إيه أبعاد؟ لي طول، عرض، ارتفاع، وايضا يحفظ في صفر سيليزي في المكتب الدولي للقياسات والاوزان في باريس. انا بختصرها واقول في باريس على طول. زي ما انت عندك هنا المتحف المصري بنحط فيه الاثار بتاعتنا، في باريس في اكبر مكتب للقياسات والاوزان نلاقي اختراعات العلماء، كل واحد اخذ براءه اختراع بيحط اختراعه دوت في اكبر مكتب للقياسات والاوزان في باريس، ومحفوظ في صفر سيليزي عشان ما يتأثرش بيه الحرارة الخارجية سواء انخفاض أو ارتفاع. يبقى الكيلوجرام اللي موجود مع البياع ده هو من الحديد والنحاس، لكن العلماء أول ما اخترعوه كان من سبيكة البلاتين والإريديوم، وقلنا ليه طول وعرض وارتفاع محدد ويحفظ
في أكبر مكتب للقياسات والأوزان فين؟ في باريس. خلاص ادي الكيلوغرام الايه. ناخد اخر حاجة عندنا اللي هي معيار الزمن، الثانية. بيقول لي الثانية وحدة قياس الزمن، يعني اصغر حاجة مش الساعة ولا الدقيقة، الثانية. طب الثانية تعادل قد ايه؟ بصوا كده بيقول لي 1/86400. الرقم ده جابه منين؟ هو اليوم يا جماعة بيكون 24 ساعة، بضربها بستين، بستين عشان احولها لثانية، فبقى اليوم الثانية جزء من اليوم، يبقى 1/86400 من اليوم الشمس المتوسط. يعني ايه اليوم الشمس المتوسط؟ اللي هي الفترة اللي بتكون الشمس عمودية فوق رؤوسنا، ودي بتكون الساعة 12 الظهر. ايه كمان عايزين ناخده نشوف مع بعض كده؟ لا احنا كده عندنا بقى صيغة الأبعاد، هنخليها المرة الجاية ونكون حلينا على الجزء اللي عندنا دوت ايه الأسئلة، ومع بعض في الفصل الأسئلة اللي تقف معانا نناقشها مع بعض إن شاء الله. يلا شدوا حيلكم.